دلوقتي جه ميعادنا مع اهم الاخبار والاحداث اللي هتحصل النهارده ان شاء الله طبعا، واهم المباريات طبعا بكل تاكيد احنا في انتظار مباراه مهمه جدا للنادي الاهلي مع الوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، تستقبل إدارة مجلس الدولة خريجي كليات الحقوق من دفعة 2020 لتقديم المستندات النهائية للمعينين بوظيفة مندوب مساعد بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قرار تعيينهم رسمياً، وعددهم 196 مندوب مساعد. النهاردة هتفتتح مديرية التربية والتعليم بالقاهرة باب التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022-2023 والمدة 15 يوم، وتقديم التظلمات هيكون بالإدارات التعليمية التابعة لها المدرسة. النهاردة العشاء الكرة الإفريقية موعدهم مع مباراة قوية في إطار ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، هتجمع بين الأهلي المصري والوداد المغربي على استاد القاهرة الدولي الساعة 9 بالليل، وده قبل خوض مباراة الإياب يوم 11 يونيو الجاري بملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية.